صباح الحب، صباح السعادة يا بنات. عاملين ايه؟ النهاردة أول يوم دوام لعبودي، يا رب بالتوفيق لي ولكل الولاد يا رب، اللهم آمين. أنا رايحة أوديه المدرسة، ويا رب أنا قلبي وجعني قوي عليه، بس ها لازم، دي سنة الحياة إني يروح المدرسة ويبعد عني. يلا يا رب يوفق كل ولادنا يا رب حبيب قلبي. منتهى البؤس واليأس، وحزينة جدا 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 ان دخلت البيت مفهوش حبيب قلبي عبودي. عاوز اقول لكم بقى ان عبودي ده هو وردة حياتنا كلنا، حاجة كده جميلة. سامعين ماما؟ عبودي حلو يا ماما؟ مزعج؟ لا مش مزعج. ماما شايفة ان عبد الله ده وردة، وده اللي انا شايفه بصراحة. اقول لكم على حاجة، اشبعوا من ولادكم. نصيحتي ليكم اليوم، اشبعوا من ولادكم. ما تقولوش ده مزعج ومش مزعج، لا اوعوا تقولوا كده. بالعكس، ولادكم حلوين مش مزعجين ابدا. ما تحسوش ان انتم متضايقين منهم او بيزعجوكم او هم عبء كبير عليكم، لا خالص ابدا. اشبعوا منهم، اشبعوا من ازعاجهم، تلذذوا بالازعاج بتاعهم، اتلذذوا كده بالازعاج. الازعاج بتاعهم الله جميل، اعتبروه كده، قولوا الله جميل، كانكم بتسمعوا اغنيه او حاجه جميله بجد حقيقي. عارفين ليه؟ هقول لكم ليه. علشان بكره، علشان بكره لما يمر بيكم الزمن وتبقي لوحدك، او لوحدك انت وجوزك في البيت، او انت لوحدك في بيتك، ما تندميش، ما تندميش لما هو كمان يبقى مزعج منك ويتضايق ويقول يو مامي مزعجه، بابا مزعج، مش عارف ايه، كل شويه اتصالات، كل شويه اسئله. صدقوني هيتضايق منكم قوي، علشان انتوا ما استحملتوش وهو صغير. هيقول ما انا وانا صغير ما كانوش بيحبوني، كانوا دايما يصدعوا مني، يقولوا لي يا رب تروح المدرسه امتى، يا رب مش عارفه امتى تروح. لا، اتلذذوا من ازعاجهم. بصوا اعتبروا ان ازعاجهم ده ميوزك جميل حلو قوي بتسمعوه. انا عندي عبد الله بصراحه لما يكون نايم انا ببقى في منتهى التعاسه، يا رب سامحني على كده، ببقى في منتهى التعاسه. واول ما بيصحى والله العظيم قلبي ده بينط كده، بصوا كده بيطلع من مكانه بيرجع، مجرد ما اسمع صوته وازعاجه. اتلذذوا، زبد الكلام وزبد الحكي، اتلذذوا من ازعاج ولادكم، اتبسطوا منه، اتبسطوا منه دلوقتي علشان بكره. الارضيه مش الارضيه ان انا اطلع ابني شاطر ودكتور في الجامعه، ولا دكتور مش عارفه فين، ولا مهندس، ولا حاجه في البترول، ولا لا 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 لا, لا, لا. مش ده بس، لا، بجنبه انه انتوا تعملوا أرضية إن أنتوا تستحملوا ولادكم، علشان بكرة لما يمر السنين هم يستحملوكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعايزين كمان، أنا في حاجة تانية منكدة عليا النهاردة. المدرسة النهاردة وأنا بوصي، يعني بدخل قصدي عبد الله الصفوف، وهو واخدة ابني كده ولفة بيه عند مدرس مدرس مدرسة مدرسة، أقول لهم إن ده عبد الله يعني، وهداوه معاكم وهنا وكده، وخلوا بالكم يعني، خلوه يحب المدرسة وخلوا بالكم منه وكده. لقيت كل مدرس كلهم بيجمعوا على كلمه واحده، انتي انسي السنين اللي طافت من جريد 1 ل 5 ده انسيه، احنا منهجنا هنا 6 ده معادل المدارس العربيه والمدارس الخاصه 12، صف 12. والله انا خدت صدمه بصراحه، قلت لهم ازاي؟ قالوا لي صعب، منهج صعب جدا، الطريقه صعبه، اتنقلتي، اتنقل حاجه تانية خالص يعني، فاهمه يعني؟ 6 دي حاجه صعبه قوي، ومنهج يعني صعب، هو اي جي اصلا، الولد يعتبر اي جي، فعايز قوه وعايز متابعه جديده من البيت. طبعا هو اكيد بيقول على اللي انا بيقول عايز متابعه جديده، رغم ان انا متابعه جدا، قال لي عايزين متابعه جديده من البيت، مش عارف ايه، والحوارات بقى عايز اقول لكم مرجعاني مكركبه بطني، مخوفاني، عاوز استقبلها باستقبال تاني خالص، عاوزه مش عارفه، عاوزه اقوم انسق دلوقتي البيت عندي بعد ما افطر، بعد ما قصدي ما اعمل الفطور لمامي، انا هشرب بس قهوتي، وعاوزه استقبلها استقبال تاني، عاوزه اوضب المكان، اوضب المكتب، اوضب الحاجه، اقعد اشوف الحاجات اللي عايزه تترجم اترجمها له واجهزها له، لان بجد اللي انا سمعته النهارده حقيقي رعبني. بالاخير اقول لكم اللهم اني استودعك ابني، وكل واحد استودع ولادها، وان شاء الله يا ربي يستر عليهم كلهم وعلى بناتنا وعلى كل ولادنا يا رب حبايب قلبي.